معايا ضيوف اخرين، نبداو فرحانين برشا كيف نلقاو المجتمع المدني قاعد يشتغل ويحب يبرز ويفرض نفسه، ونفرحوا اكثر كي نلقاهم رجال وصغار. مانيش وحدي في البلاتو اليوم، معانا خلود حامدي، ديما نبداو بنساء قبل ليتس فيرست، ومعانا محمد سيف الدين هكا ولا بي. نوضح لكم شويه، هذه جمعيه اسمها اسوسيا ميد. الجمعيه هذه حبت تعاون الصغيرات اللي ما نجموش يعملوا عمليه. فما ناخذ اكثر معلومات من عندك انت باش الاسوسيا ميد شنو هي؟ سي عقبال كل شيء. هي الاسوسياسيون دي ستوديون ميدسين دي ساجير انترن، يعني جمعيه تلاميذ الطب. هي جمعيه موجوده في كليه الطب نتاع تونس الاربعه. عندنا فما 2000 منخرط في الجمعيه هذه، 2000 منخرط من طلبه الطب في تونس، 900 منهم في فاكولتي دو ميدسين دو تونس. الجمعيه هذه تنتمي الفدراليه عالميه للجمعيات تلاميذ الطب اللي هي IFMSA International Federation of Medical Students Association. هذه تضم اكثر من 100 بلاد. وفيها اللي من بينها تونس بطبيعه. اللي ما بينتها تونس. في الاساسيات احنا عندنا بليزيور كوميتي، برشا لجان كل وحده تهتم بموضوع معين. عندنا نتاع الصحة العمومية كوميتي نتاع سونتي بوبليك اسمها سكوف، اللي هي تلاها بتوسكي تبرع بالدم، تبرع بالأعضاء، عملية تقصي سرطان الثدي والسكري إلى آخره. فما برشا دي كوميتي أخرين اللي جاء، منهم اللي فيها البروجي هذا نتاعنا دوكتاين اللي هو كوميتي سكوف. كوميتي دو دروي دو لوم اي دو لا بي، حقوق الانسان والسلم، اللي هو يهتم ب بروموفوار لا بي ويهتم بحقوق الانسان زاده. فكرت لك الكلمه سيئه كاملين. فوالا دونك هذايا احنا عندنا برشا ديزاكتيفيتي في الكوميتي هذا. مش نخطو فيهم دخلني اختزل لي شويه. عندنا بيبليوتيك دو ميزيكال، هذايا نمشيو نعملوا مكاتب مكتبات للمدارس في المناطق الداخليه. فما لوبجيكتيف تاعنا 20 مدرسه. عندنا بليزيور اكسيون اخرين نمشيو نتلهاو بالوليدات الصغار في المرضى. هل كان في المناطق الداخليه ولا وسط العاصمه تونس؟ وين بالضبط؟ في المناطق المحرومه. المناطق المحرومه. عندنا ديزاكسيون اخرين نمشيو للوليدات الصغار المرضى في السبيطارات، نتلهاو بهم، نقريوهم، نعملوا لهم انيماسيون وكل. وعندنا توا البروجي هذا اللي باش نحكيو عليه توا، اللي هو الدكتور. انت حاسك فرحان قبيله على البروجي هذا؟ واحنا الحقيقه والله فرحانين، انا كي سمعت قالوا لي ثم دي جو اليوم يحبوا يقفوا، يحبوا يلمدوا فلوس. شوف انا باش نعطيك المعلومه وانت اذا كان غلط صحيح لي، انتم تحبوا تلمدوا فلوس للصغيرات اللي يعملوا عمليه سكول ابيل بالدارجه للفتق. فتق هكا الفتق. اغني امبيليكال واغني انجوينال. خلود هاي باش تحكي لنا شويه على دكتايم. دكتايم سي ان بروجي باش نعملوا عمليات جراحيه مجانيه للاطفال هذوما اللي تولدوا بتشوه خلقي اللي هو الفتق، لا اغني بالفرنسي. احنا باش نعملوا لهم بريزون شارج توتال الاطفال هذوما، على خاطر عائلتهم مستحقه، معناها ما عندهاش الامكانيات الماديه باش تخلص العمليات نتاع الصغار هذوما. اللي هي هذول اللي تتكلف. تتكلف بنت في معناتها عبد عادي باش يمشي يعمل عمليه بنت 900 ومليون و100 في كلينيك. تتكلف بالنسبه للعائلة في المعرض تتكلف. احنا باش كلمنا مساحات واطباء جراحين، فما مستعدين يخدموا معنا مجانيا، معناها بصفه تطوعيه. واحنا توا قاعدين نلمدوا في اكثر ما يمكن تبرعات من الاطباء الجراحين ولا الناس الكل اللي تنجم تعاوننا، باش نجموا نغطيوا المصاريف الكل نتاع العمليه نتاع العلاج نتاع الادويه. معناها العائلات هذوما باش ناخذوا لهم بريزون شارج توتال لاولادهم ونعملوا لهم العمليه نتاعهم بصفه مجانيه. ايش حبيت تقول؟ حبيت نضيف اللي هو دوك تايم ماهيش المره الاولى اللي تعمل. قالوا لي صارت في صفاقس. تعملت مرتين قبل في صفاقس في دوز اديسيون. المره الاولى على المانفورماسيون اسمها كريبتوكيدي، المره الثانيه لوكساسيون كونجينيتال دو لانش. سنة المره الثالثه في صفاقس والمره الاولى في تونس. اللي هي خلينا نوضحوا للناس، هي تقويم الاعضاء هكا في صفاقس. في صفاقس كانت تقويم الاعضاء. في المره هذه باش تصير بنات تونس وصفاقس.
احنا عملنا دراسات ميدانيه شفنا باش نعرفوا شنو باش نختاروا الانيه شنو التشوه الخلقي باش نعملوا عليه البروجي نتاعنا. كل واحد احنا مشيرتنا في تونس عملنا في سبيطار تونس درنا في سبيطار تونس شفنا انيه واكثر التشوهات الموجوده. هما جماعه صفاقس زاده كيف كيف مشيو وعملوا دورتهم في سبيطار صفاقس. سبيطار صفاقس فوالا. خذينا زاده قداش سامحني قداش من حاله حب وصول. نعرف انه اكيد عندكم برنامج وماهوش نقول احنا شيء نسيب فما ميزانيه محدده قداش من من عمليه وصول. احنا الاوبجيكتيف تاعنا في تونس مينيموم نعملوا 50 عمليات على الاقل. على الاقل ولا على الاقل 50 عمليه. لحد ان قدمنا بالقدير نسميه في العمليات معناتها في لامين النومبر نتاع العمليات هذوما. ولو بطبيعه لو اذا كان نجم نزيدوا اكثر باش نزيدوا اكثر ان شاء الله. ان شاء الله تزيدوا اكثر اذا كان المجتمع المدني اللي قاعد يتبع فينا اليوم ينجم به. السويد يطرح نفسه كيفاش المجتمع المدني اليوم ينجم يتواصل معاكم، كيفاش ينجم يعاونكم، كيفاش ينجم يتبرع ويعطي الفلوس كيفاش؟ فوالا ينجم يا اما يكلمنا على النوامر تاعنا. اعطينا النوامر مساج خلي العباد اللي قاعده تتفرج تتفاعل معاكم. ينجم يكلمني على فما 52 52 باهي اعطينا رقم 52 177 4 54. عاودت الرقم مرة أخرى خليه يقيدوه 52 177 4 54. وإلا ينجم يكلموا على 20 800 835 103 103. كيما أنت عطيت رقمك تعطيت رقم مرة بالطبيعة 20 835 103. ونجموا زاد العباد اللي يحبوا يتبرعونا نجموا نقولوا لهم اللي احنا البارح عملنا ستوند كوليكت في شامبيون لافايت في تونس. هي البرشا. انا باش اسالكم ونقول لكم ناكد لكم انه هذا اول باساج ميدياتيك لكم انتم يظهر لي اول مره. اي نعم. تكونوا موجودين في التمزه. كيف كيف الحقيقه انا ما شفتهاش في الفيسبوك لتوا. انا فاش فيسبوك بيعطينا الباج كامل لنا اللي هي دوكتايم تونس دو بوان اوبيراسيون غراتويت بور لي زونفون نيسيسيتو. وعنا زاد شين يوتيوب وعنا كونت تويتر كلهم خمسة وخمسة عليكم. أنا قصكم حتى شيء. كلمة الختام للناس اللي تفرج فيكم اليوم وتحب تعاونكم وتحب تتفاعل معاكم شو تقولوا لهم؟ قولوا لهم مرحبا بكم مرحبا بكل واحد يحب يعاون. هذا مشروع إنساني معناتها عاملينه لفايت الأولاد الصغار. من إلينا. ينجموا زادا يتبرعوا على الكونت نتاع اساسيامي ديمونسيوني ودوكتايم يكلمونا نعطيهم النيميرو دو كونت يتبرعوا على. شكرا لكم. انا فرحان برشا كيف نلقى لي جون اليوم يتفاعلوا في المجتمع المدني والجمعيات وما همش على اساس انت عمرك 60 سنه معناها. لا مش هكاك لانه مازالوا صغار هذول العمار ولدوا 20 معناها هكا 20 20 ما تعديش برشا. نحب نقول حاجه بركة انا الناس اللي تفرج فينا الكل راهو قيد باش نحسوا ببعضنا مش كان بالكلام هكا هو وقيد. اذا كان نحبوا نشجعوا لي جون هذوما معاهم يقولوا لي قيد باش نمشي للكوجينه.